حدثنا ادم حدثنا شيبان حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنه الجنه اي فلو هلم فقال ابو بكر ذاك الذي لا توى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكون منهم